نقص الغاز المنزلي في صنعاء أصبح أزمة أجبرت جانبا من سكانها على البحث عن البدائل. صفية محمد تطبخ وجبة الغداء بنيران أشعلتها من الحطب وما توفر مما تجمعه من الشارع أو تشتري. وضعنا والله احنا تعبين لصيب الصعود، نشتري حطاب ندوره دوار وكراتين قوارير صحة نلصق، والحمد لله على كل حال. يعني ما فيش غاز، والغاز غالي ومعدو، كل شيء فوق الحطب، الأكل والشرب الشاهي والرز وكل حاجة فوق الصعود على الكراتين والعلب الصحة. الحطب في طريقه ليصبح سلعة استراتيجية في ظل أنباء عن توقف شركة صافر في مأرب عن إمداد سكان صنعاء بالغاز المنزلي. ومنذ بداية الأزمة قبل أقل من شهر تضاعفت أسعار الحطب وأصبح سعره أغلى من سعر الغاز المنزلي. جينا من السوق نشتري حطب، لو قد نفعل غدا ما فيش غاز، حتى لو هنا قسم سعره 40-50 بمحطة ما فيش، والله سعره غالي، قدو غلى من الغاز السعره، ما خل منفعل قدو واحد ضرورة. الحلول المؤقتة التي وضعت لتوزيع المتوفر من الغاز عبر مندوبي الحارات تظل عاجزة عن معالجة المشكلة التي يقول المواطنون إن هناك من يستخدمها من الموالين للرئيس هادي والتجار ومتنفذين من الحوثيين كوسيلة حرب لإرهاق المواطنين. نحصل على الغاز عبر كروتنا العقل، لكن العقل يتأخر في الفترة، ونلجأ كذلك إلى السوق السوداء ونشتري الدبة ب7000. بالنسبة لمادة الغاز أصبحت معانا في المجتمع اليمني، وهو بسبب أن الحكومة أو الأطراف السياسية بشكل عام لم تحيد موضوع الغاز ومحاولة تجييره لأسباب سياسية وضغوطات على المجتمع اليمني. أكوام الحطب هذه باتت تشاهد كثيرا في شوارع صنعاء في الفترة الأخيرة، خاصة أمام الأفران والمطاعم التي تحتاج إلى كمية كبيرة من الغاز وأيضا الوقود لتشغيلها. مختار الشرفي، الحرة، صنعاء.